مشاهدينا اهلا بيكم وحلقه جديده في برنامجكم اطفال، ولكن زي ما عودناكم بنبدا دايما حلقتنا باخبار من مصر وحوالين العالم تخص الاطفال. واول خبر معايا النهارده هو من مبادره نور حياه. مبادره نور حياه كلنا عارفين ان المبادره دي بقالها شهور موجوده وبتقوم بعلاج واستهداف ضعاف البصر من الكبار والصغيرين، ودلوقتي نور حياه بقت موجوده في كل المدارس، وده لعلاج ضعاف البصر من الاطفال. وعايزه اقول لكم ان المبادره اكتشفت ان 5% من الطلاب اللي بيتم الكشف عليهم بيحتاجوا تدخل جراحي، وبالفعل بيتم علاجهم. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع نكمل كلامنا.